بالحقيقة هنالك معادلة سياسية تقول أن الابتعاد عن السلطة من قبل حزب أو حركة سياسية مشاركة في الحكومة، الابتعاد عن السلطة التنفيذية يؤدي إلى تقويض جمهورها ويؤدي إلى ابتعاد جمهورها عنها نحو القوى المسيطرة على السلطة. لكن في هذا التجمع هنالك رسالة للإطار التنسيقي، وهنالك رسالة لكل القوى السياسية يعني المسيطرة على المساحة السياسية الآن، بأن جمهور التيار الصدري هو جمهور ثابت لا يمكن أن يتغير، هذا إذا لم يكن يزيد يعني يوما بعد يوم. نعم الحقيقة هي مع الرسالة أن هناك استغلال للمناسبة الدينية اللي هي ذكرى استشهاد السيد محمد صادق الصدر قدس الله، هي ومن خلالها تم إيصال هذه الرسالة إلى طبعا إلى قوى الإطار التنسيقي بالذات، أنه نحن موجودون في أي وقت وفي أي زمان ومكان.